الولد؟ نايم. امبارح كان مش مبسوط، بكى طول الليل. اليوم مفتح زي الوردة. وانت شو عملت؟ رحت عند الحداد؟ لسه جاي من هناك. تعرفي صار لي شهرين كل ما غير حدوات الحصان بصوته بيذبحهم الصخر من كتر ما بتطارد عليه. لا انا تقريبا بستعملوش. ليه؟ شافوك على حصان في اخر الوقت. مين اللي شاف؟ النسوان اللي كانوا لقطوا الكرز. انا استغربت، انت صحيح كنت هناك؟ شو اللي هناك؟ انا برضه قلت هيك، بس الحصان زبده نازل وغرقان عرق. انت شفتيه؟ لا، اختي اللي شافته. وينها اختي؟ جوا مع الولد. ايوه.